لعن الله قتلة أمير المؤمنين، لعن الله قتلة أمير المؤمنين. أمن يداوي قلب زينب بعدما سمعت نداء في السماء، نعيا ينعى إلى اللاهوت مظهر نوره وإلى النبوة خلقها النبويا، فيزلزل الأطباق رجعا حيبه، واللوح والفردوس والكرسي سمعته يهتف بالفجيعة داعيا، قتلوا أمير المؤمنين عليا. سوت زينب لهفي لهفي لها، لبست عباءة أمها تبكي تحدث بابها المحنيا، يا باب هل أحناك صوت نعائه، قل لي وربك هل يعود إليا. فأجابها يا ابنة حيدر تنظري، فغدت تحدق في البعيد مليا، ألفته محمولا ضعيفا حاسرا بالسيف مطبور الجبين دميا، يا نادت أبا الأيتام، أي يتيمة سأصير حين تغيب عن عيني، وبعد أمي هل سترحل يا أبي؟ أواه كم جار الزمان علي، وتوجهت نحو الحسين ودمعها ينهل فوق الوجنتين جريا، أخاي خذ قلبي إليه وفته في جرحه بالله، خذه أخيا. فأجابها نزل القضاء بعزنا، والبيت يمسي يمسي من سنا خليا، ونزلت الكوفة يا علي قشرة علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدي، قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلام يا ضي العين. قالها الحسن يا اخت السلام، ما للاب منه ما تنظرين السيف شق غرة جبي، ما ظنتي من طبرته حامل حميقوم، هذا الطبيب يقول سيف الرجس مس مقزر أبونا حسبته، يوم بعد يوم لونه تغير وانتحل ما تنظري.
قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة. ويقوم ابو الحسنان ويتمم صيام بعد يا زينب ونعيد بزينة ولان عيد يتام. قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب جان عيد تعيد الشام. كان الخبر وصل يصير أبرك الأيام وإحنا بعد ليلة ويوم ونصبح يتام عند الفجر كهف الأرامل تفقدين. صاحت عسى بعيد البلا يا قرة العين بالموت لا تفاول على عز المسل اسم الله على كهف الأرامل والمساء. لا قال هالله يا حسن نفقد ولين أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم. يقول محمد بن الحنفية نحن ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي علي عليه السلام وقد سرى السم في بدنه وكان عليه السلام في تلك الليلة يصلي من جلوس وهو يعزينا على نفسه ويوصينا بما هو أهله من أفعال الخيرات واجتناب الشرور ويكثر من ذكر تعالى وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأصبغ بن نباتة غدونا على أمير المؤمنين ونحن نفر من أصحابه فسمعنا البكاء في منزله فبكيت حتى ارتفع صوتي بالبكاء. فخرج الحسن عليه السلام وقال ألم أقل لكم انصرفوا؟ فقلت لا والله يا ابن رسول الله لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أنا أنصرف ولم أر مولاي وسيدي. فدخل الإمام الحسن فلم يلبث إلى أن خرج فأدخلني إليه. ماذا رأيت؟ وإذا أمير المؤمنين مستند معصوب الراس بعمامة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري وجهه أشد صفر أم العمامة. عند ذلك أقبلت زينب أبا علي من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ يا أبتا إن حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تبرح ولا ترقى. فضج من كان حاضرا بالبكاء وفاضت دموع أمير المؤمنين عليه السلام. وإذا بزينب تلتفت من تريدين يا زينب؟ وإذا بأم البنين بني زينب بني زينب تحملي. سمح الشاعر شلون يصور ليش الدمع يا زينب والنار بيتلها
ليش الوصيت خضاب ريحين يا العقيلة زينب بلغيني يا الحبيبة وش قالي ليش طابي جرحة شنو لي طيبة رايح يا ويلي حيل وإذا بزينب توجهت بالدعاء إلى من تقول نذر تنذر اسمع نذور زينب نذر تنذر لجل يا نشامه بس يقوم والينا بسلامه والله ويطيب جرح اللي بالهامه شو تسوي يا زينب قالت كساوي العيد صابي لليتامى بعد يا زينب قالت ونذر ثاني أبشر أم الابنين وقلها يا يما لا تخافين بيطيب أبونا وقرة العين هالعيد ويانا أبو حسين وإذا بزينب تنظر سوادة تلتفت تقول من هالسواد اللي تحوم يمي وتجري دمعها لجل همي وعلى البواج تزيد عزمي وتونون مثل أمي جاوبت السوادة اسمعي يقول شلون يقول الشاعر يقول أنا اللي طلعت خلف حزينة بس ما خذوهم قيدينا ومن شفت راسه منكسين مكشفين انسيت ضلع الكاسرين وقدام تتصارخ بنينا لا تسحبوا رجعوا أبونا وإذا بزينب تخاطب أخوتها شنو عندك يا زينب قالت هالليل أبونا مسهب شدة وجرح اللي براسه مضهدة والسم لعد جسمه عدى وبروح اشوف يلوج وحده يا عاد زينب تلتفت لاخوانها شو تريدين يا زينب تقول يا اخواني يا اولاد الامينه ما تشوفوش حاله ولي الجرح وصل لجبينا جيبوا الأطباء يعالجون عاين أبونا وصل لي حال من نور وجه الصفر تمال شما تريد اطلب من المال بس يرجع الوالي للعيال يلي تعالج له الهامة لونه تغير وش على يقوم والينا بسلامة قالها أبد صرتوا يتامى أبد أبوكم ما ظن يقوم وسيف اللي شق الراس مسموم ويدمو سرات لسموم واخر سنة حدر علي صوم وفي هذه الليلة
أحضر عنده عروة السلول، وكان أعرف أهل زمانه بالطب، فذبح شاة وأخرج منها عرقا فأدخله في جراح الإمام ثم أخرج وإذا على بياض الدماء. وإذا بالطبيب استعبر وبكى، التفت إلى أولاده إلى الحسن إلى الحسين، خايف يقول هالكلام شنو عندك يا طبيب، اعهد عهدك يا علي، اعهد عهدك يا علي، فإن الضربة وصلت إلى الدماء. عاد زينب بالدار تسمع ذا الطبيب، تلتفت إلى منو؟ حسن حسين، ما سمعت جواب، تنادي منو؟ عباس يا عيوني على الأبو دخلوني، ما قدرت خلوني ما شوف أنا الوالي. أبو فاضل دخلوني بساعة بحضر إلى نزاعة، من الطبرة مرتاعة ومن هالندى العالي. أبو فاضل ش قال الطبيب عليه، عنده دوا يشافي جرح الصواب البيه، كان وسط دلالي. ركض ابو فاضل نادى البطل عباس، وظل يلطم على الراس، زينب لا يسمعون الناس، صوتك ترى غالي، دموع القمر طاحت رايح علي صاحت، علوم الفقد لاحت يا ضيعت أمالي، وعلى الولي خرت فوق الوجن سطرت، من هالشعر نجرت تنادي اندهش، والله تنادي اندهش بالي. ها والله شدة 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 بهيدا لا تلجم الجرح، شدة 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 تجري السال من ندموم، شدة مثلها ما جرت بالكون، شدة انطبر ولا حماي الحمية، هي انطبر ولا حماي حماي الحمي. شاركني باللطم، مبارك الله بك، واسي قلب زينب المفجوعة بعلي، كلنا يتامى ننتظر الخبر، سهرة اليتامى تدعي بالسلامة، سهرة اليتامى تدعي بالسلامة، وعليا وعليا صوتك وعلي عندك على سهرة اليتامى،
تدعي بالسلامة سهرة اليتامى، تدعي بالسلامة وعليا بالدمع يدعون قاموا يا الأهل ما قدره نقسم عليك بمحمد شافي طبرة حيدرة شافي طبرة شلون نتحمل غيابه هو خيملنا وذره من يموت نموت كلنا وخلت لفنا المقبرة خلت لفنا خلت لفنا المقبرة خلت لفنا مو سهل غيابه فرقته ومصابه مو سهل غيابه فرقته ومصابه وعليا صوتك وعلي ريت طبرون بمكانه فدوى لسنين العمر ان اللي جم كل ما سمعنا يأذن اذان الفجر يأذن راحتمنا وهسبونا شراح يبقى من الصبر الليل لو مرناش يخلص وحيدر بحضن القبر وحيدر بحضن القبر حيدر مو وقت رحيله سفرة الطويلة مو وقت رحيله سفرة الطويلة وعلي وعلي صوتك وعلي مو وقت رحيله سفرة الطويلة مو وقت رحيلة سفرة الطويلة وعليا بالسماء نادى المنادي نهدم تركان الهدى وسمعت الأيتام صوته صاح على العزاح حدر بمحراب طاح تخضب بفيض الدماء همت بسيف المرادي انطبرته وهز السماء انطبرته وهز السماء وضجت المدينة تنادي يا ولينا وضجت المدينة تنادي يا ولينا ضجت المدينة تنادي يا ولينا وعليا صوتك وعلي العيد قرب والمدامع لجل حيدر هاملة العيد وحش بلا وجوده وبالحزن نستقبله بالحزن علي نعمة وعلي آية كل مسيا نرتله عين تسهر علي تامة والفقير يدلله والفقير العيد قرب والمدامع لجل حيدر هاملة العيد وحش بلا وجوده بالحزن نستقبله بالحزن علي نعمة وعلي آية كل مسيا رتله عنا تسهر علي تامة والفقير يدلله طبر تفجعونا وصف راح ابونا بطبر تفجعونا وصف راح ابونا طبر تفجعونا وصف راح ابونا وعليا وعليا
ماكو بالدنيا لي شبهك يا علي وشانك كبير يا ابو جف الكل نعمه ويا ملاذ الكل فقير يا ملاذ الدنيا من تغيب عنها وحشة بغيابك تصير يا هو لي عوض مكانك يا علي ويصبح امير يا علي خالي ضل مكانه والحزن غزانه خالي ضل مكانه والحزن غزانه خالي ضل مكانه والحزن غزانه وعليا صوتك وعليا بعد وعليا العيد قرب والمدامع لجل حيدر هامله العيد وحش بلا وجوده وبالحزن نستقبله بالحزن علي نعمه وعلي ايه بكل مسيا رتله عنا تسهر عاليتامة والفقير دللة والفقير والفقير دللة بطبر تفجعونا واسفة راح بونا بطبر تفجعونا واسفة راح بونا وعليا وعليا بعد وعليا 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 صحت والله صاحت يا بوي اشهل مصيبة مطبور والهامة خضيبة راح الأبو ومنين اجيبه هي راح الأبو ومنين منين اجيبه تقول هالليل أبونا أمسه بشدة وجرح الذي براسه مضهدة بعد يا زينب قالت والسم لعد جسمه تعدى وبروح أشوفه يلوج وحدة وإذا بزينب شنو عندش زينب قالت لو انكم يا اخوت تقعدون والله تقعدون وجرح البراس تشدون لكن عندها وصية زينب شنو الوصية قالت بهداي بهداي بس لا تلجمون وشنهو لي هيسة سايلون بلكن صوابة عالجون وعيناك بس تغمض عيون الوادم بعد ما يعرفون وعند الشدايد يخذلونه يقول بس ما فحص جرح طبيبة صاح دمعة على الخد سجيبة يشرف مكة وفخر طيبة من الطبر والدكم إل هيبة مسموم جسمه بهالمصيبة
عز النبي عز النبي الهادي حبيبا يا حسين والدنا وذخرنا جرح الطبيب اش قال عنا حين السمع من هل مجنى هل دمعته ظهرت حنا قال هالجسم مسموم منا من الطبرة يا اختي وحق جدنا من والدك من والدك قطعي الظنا والله والطيب 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 دوا ما يفيد راسك بعد والطيب بعد ما اشوف يبرى الجرح والطيب 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 إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى خدمة الحسين شيات أمير المؤمنين من لم يذكرهم ذاكر شيات أمير المؤمنين للجميع الفاتحة مع الصلوات.